فكرة العمل الخاص كانت وايد صعبة بالبداية. أولا شنو الفكرة؟ موضوع اختيار الفكرة هو أصعب شيء تقريبا. بعدين ندش إذا وياك شريك أو لا. طبعا شركائي هم ربعي من قبل فكرة المشروع، هم ربع، إحنا ربع. وبعدين فكرنا شنو نبي نشتغل، شنو نعرف نبدع فيه، نسوي شيء جديد. اشتغلنا فيهم تقريبا حتى قبل نفتح رسمي. كان معاي شريكي محسن، هو اللي اعتمد على شغل الخلطات وقام يدرسهم وشلون هذه والطريقة. ولما شفنا نفسنا ان قدرنا نكون اوكي بالسوق بلشنا. طبعا اول شيء بلشنا كنا بناخذ الناس اللي ممكن انها ما تجاملنا. فاول ما بلشنا شغل جربنا بالاهل، ربعنا عندنا، شريكي كان يخلي اهله يجربون، ربعه نفس الشيء بالنسبه لي انا اهلي يجربون شيء. لما شفنا ان الاراء ان الموضوع ممكن انه يكون زين، نقدر نطور، في ملاحظه من هني ملاحظه من هني، قلنا خلاص اوكي توكلنا على الله. طبعا الموضوع ان تفتح مشروع مو سهل، اعتمدنا على نفسنا، توكلنا على الله، قلنا راح نبلش خطوه. وطبعا اي واحد يبي يسوي الرزق لازم انه يتحمل خساره او ربح، والحمد لله ما شفنا خساره للحين، ومشروعنا ماشي الحمد لله. متعاونين ثلاثه شركاء، الحمد لله ماشي امورنا. طبعا موضوع المشروع يحتاج ماده، فقررنا كل واحد فينا ياخذ الغرض، وفتحنا اول محل واشتغلنا فيه. طبعا اول غرض كان من حساباتنا الخاصه، ما اخذنا دعم الحكومه. بعدين بعد فتره بحق المحل الثاني استعنا بالمشروعات الصغيره. المشروعات الصغيره وايد سهلت لنا موضوع العماله، الاجراءات الورقيه كانت اسهل نسبيا بالنسبه حق الاجراءات العاديه، وكملنا شغلنا في الموضوع. العمل الحر مجال ماله أكثر حق نفسك، يعني جرأتك باتخاذ قرار تفرق، مخك يشتغل أكثر، تبي تطور من نفسك، تبي تطور من شغلك، تبي الناس تعرفك أكثر، وايد أشياء تفرق وياك بالعمل الحر إذا تعرف تختار الفكرة، تعرف الشعب شنو يبي، لأن الشعب الكويتي ذوقه يعني وايد صعب. إذا ما تكون أنت كويتي منهم وفيهم وتصيد الذوق نفسه مالهم، ما راح تقدر توصل لهم. يعني أكثر من محل وأكثر من مكان شفناه، يعني إذا الكويتي مو موجود على العمال ويعرف الشعب شنو يبي وشنو ذوقه، العامل الوافد ما راح يقدر يوصل له فكرة الذوق الكويتي. عشان أنجح وأنافس مشروع بالعالمية أحتاج وقت، أحتاج شركة يكونون إيدهم بالشغل 24 ساعة، ناس تجاب، الناس تبي تفكر عشان تتطور من الموضوع. أن أوكي أنا أقدر أوصل نسبة معينة من النجاح ووقف، بعدين خلاص المشروع راح يرد يطيح مرة ثانية إذا ما في تطوير من المشروع نفسه. طبعا موضوع وجود الشركة شيء أساسي أنا أشوفه، لأن أرد إحنا قاعد نشتغل حكومة وشغلنا الخاص، شغلنا الحر، فهو يشيل الشغل شوي، نسقها بيننا وبين بعض. شركنا الثالث شغل إجراءات حكومية، محسن شغله إيده أكثر مع العمال، أنا إدارة العمال، فالتنسيق بيننا وبين بعض، خاصة إذا إحنا عارفين كل واحد بشنو يقدر يسوي ينجز، فيكون موضوع وايد سهل. نظرة المجتمع طبعا ماكو واحد يشتغل الناس تذم فيه، الناس تشجع بشكل مو طبيعي. يعني مرات احنا يكون عندنا زحمة عند المحل، احنا نطلع ناخذ طلبات، ناخذ الاوردرات من الناس، يقول زين والله كفو عليكم قاعد تشتغلون، انتم تشتغلون بيدكم، نقول له يقول والله زين عافية عليكم. تلقى يعني
يبتسم يعني انه في شغله حلوه ان الكويتين قاعد يشتغلون بيدهم. فوايد حلو المشروع الناجح يبي له وايد اشياء تسويها. اول شيء ما تسترخص المواد اللي قاعد تستخدمها، يعني الشيء الزين يفرض نفسه، والكويتين دقيقين بشكل مو طبيعي بموضوع التذوق والاكل. يعني لو تغير صوص، تغير منتج عندك معين يعرفون يقول لك ترى انت غيرت هذا، سويت كذي سويت كذي، بالحالات يعرفون هذا زاد حالاته ولا قلت. طبعا النصيحه اللي بقدمها حق الناس اللي بتشتغل بالشغل الحر، ثلاث شغلات. اول شيء الفكره وايد مهمه قبل لا تفكر حتى تروح تاخذ قرض. الشغله الثانيه اعرف انت بتشارك منه، لان اذا شركائك ما شالوك موضوع المشروع وايد راح يكون متعب بالنسبه لك حتى لو انت بتشتغل بروحك. الشغله الثالثه ممكن تسمع كلام ما يعجبك من اقرب الناس لك، من ناس طلبت منك مره ومرتين. عادي اسمع وطور من نفسك، لا يكون نقطه احباط حقك. لما تطور من نفسك وتتواصل مع الناس اللي قاعد تتعامل وياهم وايد راح انت تطور من نفسك وانت مو ملاحظ. اما هي فلان يعطيك ملاحظه وفلان ثاني يعطيك ملاحظه، وايد راح انت تغير في شغلك، تغير حتى بطريقه تفكيرك مع الناس، تتعلم شلون تتعامل مع الناس اكثر وتتقبل اراء الناس اكثر.